الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، اسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبه والسلام. يتجدد اللقاء بحضراتكم هنا من تحفه ميادين السباقات في هذا اليوم الرياضي المميز في انطلاقات سن الكبار، تحديات هذا الاسبوع، سادس اسابيع موسمنا المحلي للهجن العربية الأصيلة، والذي يعلن انطلاق أول أشواطه، وهو شوط الأول الخاص بالحول المحليات الأصايل لهجن أبناء القبائل في اندفاع وفي تحديات هذا اليوم الكبير، هذا اليوم المميز وختام هذا الأسبوع الذي يحمل الكبار في كل الإثارة وفي كل التحديات. بسم الله وعلى بركة الله تعلن الانطلاقة، ونحن أيضا نباري مقدمة الشوط بعد أن أعلننا الانطلاق الأول والتحدي الأول، وبالترحيب بكل مشاهدينا متابعينا الأفاضل عبر قناة دبي ريسينج الناقلة لانطلاقات رياضات الأصالة والتراث هنا من هذا الميدان الكبير، تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. نبدأ بهذا المسار، وثمانية كيلومترات تحملها الانطلاقات في يوم التحديات الكبيرة لهذه النجوم الكبيرة في العطاء وفي الأداء وفي التواصل عبر أشواطنا الاثنى عشر لمسافة ثمانية كيلومترات. الصدارة والمركز الأول دائما بالمقدمة والشاهينية، عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي يطلق أول المندفعات في هذه الكيلومترات الثمانية. المركز الثاني شوق، على المركز الثاني هادف بن راشد بن حميد بن عطشان المنصوري، بينما المركز الثالث أمصيقاتي غصابة بالفعل كما قال الشاعر، يا سلام وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غصابا وغلابا. الله، غصابة هي المصدر في هذه اللحظة، سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان اللي طوق أيضا هذا الانطلاق وهذا التحدي. المركز الثاني أبعاد على المركز الثاني بدأت تقترب، أبعاد تتابع أبعاد مبارك محمد بن زيتون المهيري على المركز الثاني. إذا هنا غصابة وأبعاد، غصابة وأبعاد، والتحديات مع هذا المسار وهذه الإثارة. الله 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 الله، غصابة غصابة غصابة، أبعاد أبعاد بدأت الآن قربت أبعاد، كنت قريبين نعم بالفعل. منازف أيضا تنقل السلام وتنقل هذه الانطلاقة إلى خط النهاية وتحمل هذا التجاوز النهائي. مبارك بن محمد بن زيتون المهيري مع أبعاد اللي قربت قربت الناموس وأعلنت أنها متواصلة في هذه اللحظة الجميلة وهذه الإثارة اللي بدتها انطلاقات هذا الميدان. سلام يا منازف، سلام سلام يا منازف، سلام بنقول نعم جود مورنينج أهالي منازف على هذا الأداء الجميل اللي تابعناه في هذا اليوم المميز. هي أبعاد، أبعاد كنتوا ولا قريبين، قربت المسافة وقربت أيضا التحديات والإثارة والانطلاقات. تهانينا والناموس مبارك محمد بن زيتون المهيري في انطلاقة اللحظات الجميلة والإثارة الأولى وناموس هذا الصباح، ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني شاهينية حمد بن سليم الاشتبي، والمركز الثالث غصابة سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، المركز الرابع شاهينية مطر محمد بن طبيعي، والمركز الخامس حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي مع أم صيحة. هذه المراكز الخمس الأولى اللي عبرنا بهن أيضا هذه اللحظة خط المسافة، والعودة إلى توقيت أبعاد بالفعل 13 دقيقة و 21 ثانية وجزئين من الثانية هو التوقيت الزمني المصاحب لهذا الانطلاق. تهانينا والناموس مبارك محمد بن زيتون المهيري. المركز الثاني كانت شاهينية أيضا، تهانينا.